FM. الكلمة ليك. هيدلاينز. صباح النور، صباح الفل، صباح الامل، صباح الخير تونس، صباح النور سفيان الفرحات. اهلا وسهلا، صباح الخير تونس، اهلا وسهلا، مرحبا، ان شاء الله نهارنا مبروك، نحتفلوا بعيد الاستقلال اكيد جدا، يمكن للهاب خلى مظاهر الاحتفال مش موجوده، لكن يلزم نحتفلوا، يلزم نحتفلوا كمان. اليوم احنا شعب يحب الحياه هكا ولا احنا شعب بيوفيل باغ ديفو، صحيح ولا احنا شعب تونس تدليمه، تونس انيمنا لافي، تونس الحياه دائما الشمس، الحياه الحب، هذاك الكل اللي يبقى رغم المآسي ورغم الجراح، رغم المآسي ورغم الجراح، ورغم خاصة لا رياكسيون اللي ما كانتش على اوتور من قبل الطبقة السياسية، ولكن الحمد لله اليوم لي كات كوان دو موند تعرفوا تعاطفوا اليوم مع تونس، وشفنا الاف، خلينا نقول ولا بالاحرى عشرات الالاف من الاجانب يقول لك جو سوي باردو، جو سوي تونيزي، اليوم تحية لهم وين ما كانوا، تعاطف كبير من عند الفرنسيس طاليان الامريكان، وان شاء الله اليوم تكون هل الضربة هذه رب ضارة نافعة، وإن شاء الله كيف كيف اليوم الاعتداء على متحف باردو يلم التوانسة على قلب رجل واحد، وبالأحرى على قلب إبرأة واحدة، على خاطر يظهر لي إنسان في تونس خير بارشة من رجال. والله بكل صراحة نعود نقولها بكل صراحة، خلينا نقولها بكل أي سيدي، معناها سون ديتور، خلينا نتكلموا معناها بدون حتى اعتبار معناها ماشيست ولا ميزوجين، تنفع شهر ونوعية الطبقة السياسية توا خليتوا انه عنا ديموفيات دي سافات، عنا ناس تعبات، كي نشوفوا القرارات اللي قالوها البارح، نشوفوا الاجراءات اللي عطاوها، نشوفوا لو طون اللي يتكلموا به، يا شيخ السيد وزير رئيس الحكومة، رئيس الحكومة يشربوا شوية في الالكون، شو الحالة هذه؟ شو نهار كامل ناعس، ونهار كامل يهجي، ونهار كامل هو حالته حليلة، مع احترامنا ليك يا سيدي، ما كنتش انسان معروف لو كنت معروف لدى بعض الاوساط، كي جيت وشديت فو باسي كوموند فو دوري، يلزمك تكون عندك البروفيل نتاع رجل دولة حاسم في الكلام نتاعك، شنو هالكلام هو سنعمل وسنعمل يعاود شنو ما يجمعش، قال لخن الكلمة يعاودها ثلاث مرات، فكره رايح، الكلام يغلط فيه، البارح قال نعمل في اجتماع مختلط، يا دي اجتماع مشترك شنو المختلط، شو بها هي محمسة باش نعملوا لها بالدبابش، والكلام ونمبورت كوا، ويقولوا كما قال يقول لك العام التوانسة ما عندهمش ذاكرة يعاودوا لهم في نفس الكلام اللي تقال وقت المهدي جمع، هاو باش نعملوا وحدات مركزة بين الأمن والجيش، هاو غرفة العمليات باش تولي مرتبطة بغرفة العمليات في الجمهورية، معناها نمبورت كوا، وحتى البهجي قال سبتي ما شفتوش قال، قال الحرب اذا كان مش حق غير او هكا دون لي انتونسيون، معناها نيمبورت كوا، قاعدين نشوفوا البلاد بلا مالي، التوانسه محبطين، يا سيدي انا نحوس توا في الشوارع ونمشي ونجي ونحكي مع العباد، شيبا شباب الاولاد صغار يخدموا، نحب نحييهم الناس اللي يخدموا في الكرون سي الفاس، يخدموا في المكاجر اللي غادي يخدموا في الكارفور، خلينا نسمي مش مشكل، يخدم باختو، كي تشوفوا تحكي معاه يقول لك وين جي السياحه وين مشات، الاولاد الصغار مصدومين، التجار كيف كيف، القهوجيه كيف كيف، الوتلاجيه كيف كيف، الريستورانات كيف كيف، الامهات خايفين، الصغار خايفين، الرعب حتى يا سيدي مستانسين الخشاش تو يبداو كي العصافر يلعبوا معناها في العطل ما عادش، والطفل اللي يجي خارج انا عندي كباديل صغير اجى ادخل يبدا يبكي ايش بيك تلعب مع صاحبي ادخل باش يخطفوك باش يهزوك باش يعملوا اللي خايفين، الكل عايشين بثقافه الرعب، ويطلعوا لنا ناس جلسانين صوتهم مبحاح نظرتهم زيغه تعبين يرقدوا رقدوهم اعطوهم حاجه تقدم 8 ساعه باش يقوم بالقدا شربوهم كاس فيلاكون اعملوا شويه رياضه شو هيك في رئيس حكومة قدامك لو رجاخ تغن يسميه بالفرنسوية فيترو معناها كانك تشوف الكزاز في البلار خايب زي ما تعبك اللي لك عرفتو كلي كان فيه ولا معناها كلي حتو في الحمامات لك معناها متاع عصفور السطح معناها انتخل نو انا جو سوي زفاري من بعد قال لك هاو لما الطبقة السياسية ابا 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 لما حزاب فيها دبولي كتندو جاب جماعة ما عندهم حتى حضور لا في مجلس لا في ساحة لا في حد شيء مدي نجوم هاو دخل الناس ريت قريتها البارح اللي جاب ناس متواطئين مع الارهابيين ويحكيوا على حقوق الانسان الارهابيين هي الحاله يا اخي اغزلوا اغزلوا للسيسي اغزلوا البوتفليقه وقت رجع بلاده اوكوباند بعد ما قتلوا بوذياف وبعد ما خاضت الامور اغزلوا يا سيدي لدريس دبي ابكيوا حتى نحط لكم تصويت سيدي ونحط لكم مش عم بلوج انا بول كلو لا كلاس بوليتيك تونيزيان ها سان فيغ دريس دبي انتو بالله العظيم شيء غريب شيء رهيب وقرارات هزيلة هزلت وضعفت والدولة ما عاد فيها حد شيء والناس كل ما تدوجوها ناس خدها مقبولات
نتخدم من هزائم، نتخدم من واترلو، نتخدم من النكبة، نتخدم من النكسة، ما تدينوا جيهم في البلاتوات ويحكي وينظر وطلعين هابتيلو، هم عنوان الأزمة. أنا يا أخي تو تكون أنت في معارضة ولا في حزب قتلته ومشى واندسلت ورجعت وهيلو، يهمني شيء، أما أنت تو كوموند دو ليتار. عاودوا قالوا لنا باش نعملوا مناطق، ما قالوا لناش يا سيدي عندنا ثلاثة مناطق. مناطق عازلة هذيك هي. من الأول قالوا عملنا ثلاثة مناطق، نهار خمسة أوسو. قالت ثلاثة مناطق، الأولى في جندوبة الكيف. والثانية. والثانية في قاسرين سيدي بوزيد، والثالثة في الجنوب الشرقي. عاودوا قالوا لنا. آمن الحرس. قال تو باش نسقوا بين الجيش، يا اخي ما نسقوش على بعضهم، بالك غضبانين الجيش والامن في تونس. بالك اللي هذا هذا السر بتاعه بلا واحد ضربوه. اش هي الحاله؟ اش هي هالفضايع؟ بكل صراحه الناس هذوما يلزمهم يتوزوزوا، يتحرحروا، يقفوا شويه، عينيهم تولي واقفه، يصدرهم يقف قدام، يعرفوا كيفاش يحكيوا مع المواطنين، يعطيه شحنه نتاع امل، مش يزيد تتفرج فيه، يزيد رئيس حكومه سيدي. تصور السيد هذا عنده 30 سنه في الاداره التونسيه وعدى منهم 8 سنين تحت امر البناني، تعرف قال؟ ساعه القضاء ما هي الا غفله، لا بالك سيدي تحت لك كسروا لها بوال انت تكسرت في الكوجيله. ساعه القضاء ما هي الا غفله. ولا طفل صغير طاح. هي هكا معناها ساعه القضاء ما هي الا غفله. هيا داداش 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 كبر وعاش تكبر وتنسى وليدي هيا يجي يعطيك عيبه شوكولاته. كلام هذا نتاع رجال دوله، تونس ما عادش فيها رجال دوله. وما عادش فيها ناس متشبع بالروح الوطنيه. كي تشوف توا خاطر اليوم شكون باش نساعدوا؟ نساعدوا حبيب بورقيبه، نساعدوا حبيب عاشور، نساعدوا حمد بن صالح، نساعدوا فرحان حشاد، نساعدوا حمد التليلي، ناس حجر صوان. ها مازالوا كبار وشوفهم ياكلوكم حيونين. معناها الناس هذو كان جات تهرب الخوجه في تمكو قبل. ما عدم اتفاقنا معاه، انا قلت لك انا خلاش في مظاهرات وقلت يا ابن الخوجه يتفك سته متر من المطرك. ولا جاه من الصياح ولا جاه من هادي الويله. بالله ما يبدا بالصوت. بالله لما يبدا يقود بهم بالصوت يجي هنا برا غادي عندها راح امشي غادي بالحق. جو سوي زيتوني افاري بار لو بروفيل نتاع الطبقه السياسيه وخاصه برئيس الحكومه وخاصه بالاجتماع اللي صار البارح وتمخذ الجبل فولد فعلا. والله الفار تو يشكوا بيا جمعيه الفئران تقول لي يتمثل فينا بالناس هذوما بقراراتهم احنا ارخى من هذايا. على الاقل الفار عنده فونكسيون في الطبيعه وفي الحياه وفي كل شيء. هذوما عندهم دو لانكونسيستونس بالحق. انكونسيستونس رئيس حكومه نقول لك سيدي اعطيني نفس بالعربي. هذا اعطيني. باش يقرا مثال حرب المدن انطلقت والاسحه تغزو المدينه. حرب المدن حرب المدن انطلقت والاسحه تغزو تغزو العاصمه العاصمه العاصمه. اكدت قيادات يهبط هكا ويفضل. شنو الحاله هذه؟ مي سي كوا سقم روحك. بكل صراحه. ما يقولوش يتطاول تلعبوا بالبلاد وتعبثوا بالوطن وتعبثوا بمصالح العباد وبينتوا انكم ما كمش المستوى وما كمش مالين بلاصتكم كي بنقدم الترويكا ننقدكم لا خاطر انتم احنا كنا ننقدوا في الترويكا لا تنشدوا بنديل يا سي الحبيب سي نصيح عليكم بالبنديل ما ثم حتى فريمون جو سوي زيتوني قاعد باهت في تونس وين وصلت وين مشيت الباجي قاعد تمشي كبير كاو انا غالب جو كرو كي بلد ولا جوك قلت وسيل على بورقيبه وما بداك روحت هي هذه النويله واحد كان في الكويت واحد كان في ايران وقت اتفاق نتاع القذافي القذافي بورقيبه دخلوا من باب خرجوا من خوخه القذافي سي البابي اون تي توتيل عمل سفير سعمل الفزان الله يرحمه هذاك تقاوموا توبتوا قتلوا هو هذاك سفير توسي قتلوا بورقيبه عمل اتفاق مع القذافي خرج يجي جاء هادي نويلة ودار القذافي ما سمح لهادي نويلة هو اللي قضى عليه بعملية قفصة الله يرحمه ينعمه قضى عليه هو في جنان الخلد إن شاء الله بفضل الله فهمني أما قضى على الكادر البوليتيك بتاعه ومروز السيد الرجل العظيم هادي نويلة اللي محكي عليه وجات وسيلة من الكويت قالت وسيلة جو كروا كي تي سامبلومون مالاد اليوم السلطة مريضة الرجل المريض اليوم والآن وهنا في تونس هي هذه السلطة هي الطبقة السياسية وسيدي تو على الأقل قلت تو رئيس الجمهورية هاك شفت الرئيس قل لن ينصب من كتب الله ولا دين في والله في توكل متوكل وانت هذا كلام قال اعطوا لك الايه فهمتني ودخلوا شوشلوا في وذنه وتظهروا في التلفزه ونمبورت كوا انتر نو سامحني هاز ولت ضعف فدح اعطيناها اربعه على 20 احمد ياسر اربعه الا اربعه على 20 الا اربعه و ديسكاليفيكاسيون توتال ديفينيتيف الى في القابل معناها شو الكلام هذا انا نتفرج قلت والله هبش يعملوا اجتماع يكون في المستوى ها لا ومن بعد طلعنا بكنا من مجدينا عملنا لجنه تحقيق عملنا اجنه تيزينا من بدا اعمل 100 اجنه توتافي فو نت با لا اوتور مسيو مسيو دام
ما كومش في المستوى. ما كومش في المستوى بكل صراحة، ما كومش في المستوى. وبالتالي الاختراقات الأمنية اللي وقعت مثلا هاو باش نعملوا أجنة أخي بجد، ومش جابوا عوان تراتيب يعص في داره وجابوا قتلوه لا لا، وقال باش نعمل أجنة باش نبحث على كيفاش دخلوا لي داري. هاو كم شيء تو دبلوا الخدمة عند الشيخة موسى، والأجنة قاعدة تستنى، أجنة نتاع البراهمي، أجنة نتاع بالعيد، أجنة نتاع 9 أبريل، أجنة نتاع 4 ديسمبر، أجنة في أجنة في أجنة. لا لا تطلعها على كلمة الأجنة، ماذا بيا كلمة الأجنة هذه تتنحى من قاموس اللغة العربية ولا على الأقل من الدارجة نتاعنا نحن احنا فيها. فهمتني؟ قولوا نعملوا أغيول، نعملوا بغل، يحطوا بغل باش نحطوا قدامهم ديكسيونير يقرأ. يقول لي فضايح، معناها اختراقات أمنية. راجل خمسة دقائق وهو حاوس بكلاش نينكوف وثم حد شيء. لا بعد قلت لهم اسكتوا. جيت البارح شادهم في الكاف جماعة خرجوا من الكاف. لا مشاو، لا مشاو مشاو للبطو. قالوا لهم عندنا جوج ما ثماش. اها بالك في عيدات المفقودين. الرقم التو شفتوا. اي ومرة كل مرة 20 21 23 يا ودي الحبيب يجاوب وسعيد عادي يرد عليه. في الاخر وخارجين احنا تو خروج الابطال وهنا ما شطنا خرجوا لنا جوج من الناس باتوا ثلاثة من الناس. ثلاثة. بيتو الرجل ومرته والقيد تل ما عرفت رجل ومرته مسكنات تخوماتيزي قالوا شو نسميهم بنتنا تونس لا واحنا نتنقلوا فيها معنا لا فضيحة بأتم معنى الكلمة مرأة حطوا إرهابيين قاعدوا متخباوا رامي رازيو وبالك التولى إرهابيين متخبين وين تعرف ما يجيكش غريب وين تعرف بقى شوف تحب نقول لك عملية تبادل فيها خيانات وقت خلينا نقولوا الاشياء بوسمات وقعت خيانات باتم معنى الكلمه وما حبوش يمشيوا جوسكو بودا الاقاليات اليوم ها وقالوا خلال ساعات فما كيما مدير اقليم الامن بتونس وغيره من الناس اللي قد يكونوا تغافلوا ولا ضالعين ولا عندهم يد كيلكو باغ معناه يا اخي لو انسان يتحاسب ساعات على الموفيز جيستيون وقت اللي هو يكون عن حصريه لكن طريق من جهنم المعبده معبده بالنوايا الحسنه اكزاكتومون لو شومان دو لونسير اي بافي دو بون انتونسيون فهمني الا ما يعملوا بالنيات قدام ربي في اشياء معناها تمس مسائل معينه لكن ويلاعي القاضي في التخفيف فهنا النوايا سوء نهاية سوء لطف موجوده دونك اليوم انا نعتبر انه لاكوم نتاع الحكومه نتاع الرئاسه تعبه ياسر اولا ثانيا الشعب التونسي لحد الان تو نحكي مع موتين نحكي مع موتين على صباح ربي الناس الكل في قلبها نخبه هكا والناس الكل فادوا مش فاهم شنو قاعد يصير في البلاد وهذه القرارات قرارات جوفه وهذه قيادات تعبه فهمتني تعب ياسر غير راهو المنزوقي وجماعته خاطرهم ما هما زاد اتعب من التعب التعب انا شفت هما اتعب من التعب اش قال انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمع كلمات من به سمم الخيل والليل والبيداء تعرف انه سيف روح القلطس امات الموت ام ضع الى الظعر واحنا اتعب التعب ام الجينيا قينتها اكثر من قينتها ممدودين يجبدوا في الجينيا وبالوكس ويجيبوا حاطين ديزونتين بارابوليك في قلوبهم ويجيبوا في الجينيا ويجيبوا في التخلف سامحني هذا مش بروفيل نتاع حكومه نتاع ثوره العالم متعاطف معنا على خاطر تونس على خاطر الفلاح نتاع الجريد اللي زرع مليون دخله على خاطر الفلاح نتاع باجه وجندوبه اللي يزرع في القمح والشعير ومطبول العالم ومطبول لوبا وتعاد الرومان والعباسيين على القمح نتاع تونس من ايام الفتوحات على خاطر الفلاح نتاع صفاقس والساحل ودخلت المعاوين اللي زرع الزيتوني عنده 3000 و4000 سنه على خاطر البحار التونسي اللي من طبلبه لقليبيا للقابس وغيره من اكبر البحاره موجودين في العالم على خاطر عندنا ماغون والعقل التونسي اللي اعطى معناها لي زاركتيكت واللي اعطى لي انجينيور واللي اعطى الناس اللي كتبت معناها في طولت الجوتا جوت في العالم وغيره مش على خاطر هذوما هذوما تعبين التعب 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 أما قينة الجينيا هذا شعارهم مش أمات الموت أم ضع إلى الظعر احنا نطلب اليوم وأن الناس هذوما يفيقوا شوية كل الهريسة ما هي حتى هي بريتيف ما بلتوهم نبعث لهم كيلو هريسة نبعث لهم كيلو هريسة من هناك كلها وفيقوا شوية واخذوا بالكدا وكل مقتنعين سي دي جون ما همش مقتنعين باللي قاعدين يقولوا فيه خلينا ناخذوا باسبيو ونكمل حكيك صباحكم مزيان مع حسن وسفيان نهاركم زين على كابا فام ان شاء الله نهاركم اسعد الايام 8:08 مرحبا بكم من جديد طبقه سياسيه تعبه ولا رياكسيون نتاعها بالحق سفيان لا ترتقي لا الى اللحظه التاريخيه ولا الى تطلعات الشارع التونسي وقبيلك
كنا نحكيه على اون ديسيبسيون جينيرال اليوم بالحق الشعب التونسي بلا مالي. شوف انا ماذا بينا اليوم ماذا بينا نحكيه على استقلال نحكيه على رئيس الزعيم الحبيب بولقيبة اللي هو اسد في التاريخ. هنا نحب نذكر الجمله تاعنا نرجعوا لهم بعد اكيد جدا وجبت لك وثائق تاريخيه تو تشوفها ما شافها بربي انت برد لي على قلبي خاطر قبل نخليك تقرا خاطر انا البارح الحقيقه معناها ما رقدتش خاطر تفرجت في الوطنيه معناها في قناه الوطنيه وكارتون روج اللي سي ايهاب الشاوش خاطر وقت اللي نعملوا اليوم انت تعرف بعد قداش من عام بالله سؤال يا خويا كتبوا ونقدوا سياسه الاباء المؤسسين في شو اسمه في امريكا على الاقل جيفرسون ولافايت وغير بعد قداش من عام 120 140 عام اليوم كتبوا احنا سي عماد جمعون يكتب ان تكست هزيل وضحل شو يقول لك فيه؟ يقول لك الهادي نويره خدمها خدمته الظروف وخدمته الامطار وهو ما كانش انسان يرتقي الى اللحظه التاريخيه ويقول لك معناها مرجان في الزعماء الامه. شوف بالنسبه لهذا توا شوف ينجموا ينقدوا لكن التاريخ ما ثم لي في سون تو اي فوالا واحنا نقولوا لي في سون سون ساكري الكومنتير ليبر يعني الاحداث بالنسبه للهادي نويره توا نوريك تصاور وهنا ونوريك وثائق عليه نوريك هذا اللي يقولوا الناس عمره ما كان ثم استقلال وثيق استقلال هذه وثيقه استقلال تونس توت في ايوه هكا طاهر بن عمار وهذه وثيقه عندي من عند انا بابا كان صحافي الله يرحمه الله يرحمه من عند تعيش وترحم وهذه ها عمك طاهر بن عمار اي وعندنا فيديو ها في لينا بوفيغ حتى طاهر بن عمار كان لزم على باي هاو سي باهي لدغم هاو سي مونجي سليم هاو سي باهي لدغم فهمني وهاو كريستون بينو بتاع فرنسا بتاع فرنسا كريستون بينو جوستومون كريستون بينو ومينيستر دافير ديترونجير والان سافاري سكرتير ديتا دافير ديترونجير فرونسي شارجي دي سافير ماروكين وتونيزي هاو الان سافاري عم بين نهج الان سافاري وهذايا الاتفاق نتاع 56 بروتوكول داكور تو نوصلوا لهم بعد اما هنا تو مازلنا تنوريك حاجات اخرى هنا نحب نقول لك وقت هي الاستقلال وصلنا له كنا واحد في حرب الاستقلال اخونا اي وصلنا له بعد ثوره قامت في 1852 هذا كتاب كتبه امباشادور الفرنساوي كبير من عز بقية حياتي جورج بوني لو كيدر سي سو تخوا سيت اني فوغار جبته من باليز ذاك العام اش نقرا فيه في صفحه سيدي 456 يقول En Tunisie, pendant toute l'année 1950, nous cherchons sans succès d'ailleurs un accord avec les éléments les plus hostiles à notre pays. Quand fait tout, quand il nous fait tout, puis en 50, fait hal majmaa el monarzine de France. Bourguiba, leader du Nouveau Destour, à son retour de Paris, commence une tournée de conférences en Tunisie en janvier 1951. Bourguiba bad malja, amal doura fil bled, bda yamal fi mohadra. Il y affirme, fait tout ce que l'on Il affirme que la France est prête à conduire la Tunisie à son autonomie et à lui accorder le même statut que celui des États associés d'Indochine. Il dit que Bourguiba, quand il dit que la France est prête à conduire la Tunisie à son autonomie et à lui accorder le même statut que celui des États associés. Il se fait pourtant menaçant. C'est ce qu'il dit. Oui, je vais Bourguiba, je parle. Ah, je parle Bourguiba. Est-ce que c'est l'Habib Sib Est-ce que c'est l'Habib Sib Bourguiba. Soyons prêts à l'insurrection. لذا كن متحفزين ونحضروا روحنا للانتفاضة car si nous n'obtenons pas nous n'obtenions pas notre indépendance par une bonne compréhension il faudrait l'obtenir par le sang et par la guerre بالدم عاودوا soyons prêts à l'insurrection car si nous n'obtenions pas notre indépendance par une bonne compréhension je peux te faire il faudrait l'obtenir par le sang et par la guerre بالدم وبالحرب اليوم بالدم والحرب حرب الاثنين بالدم وبالحرب وليس بالكلام الملتعش هاو كان سي الحبيب تو الله يرحمه ينعمه في الواحد نتاعو في القباله نتاعو يتلوى كي يشوف ايش قاعد يصير ويشوف سي الحبيب يصير ومن بعد يقول لك نو سوم دي بورغيبيس ناني فولا با دي بورغيبيس ني دي بورغيبيان خاطر البورغيبيه هي شكل هي ايديولوجيا وطنيه كيما ايديولوجيا النيو ديستور هي ايديولوجيا وطنيه يعني قادت البلاد الى الاستقلال وبناء الدوله العصريه في البدايه ثم فيما بعد زاغت وغيره لان اعتبر من عام 64 حاد حلب الدستور وقت بدات المصيبه وقت حلب الحرب الدستوري ولا اسمه الحرب الدستوري هذه قراءتي الخاصه وكل واحد عنده قراءات خاصه تو تفهم اما بولقيبه هذايا تو نرجع كنت حابب نعرف السؤال عندي خاطر انا عندي كتاب محضره لسونت 60 تونير دو لاندبندونس وعندي وثائق يونيك نشكل تحتك على حاجات ما تعرفهاش هذايا كل يبينوا انه كانوا ثم رجال كبار الهادي نويره كما باش ندرس الهادي نويره انا مانيش في نجاوب زملائي ما شفتش انا كما باش نقولوا سي الهادي نويره سي الهادي نويره بولقيبه كان عنده اعضاد كبار اللي هو اولا عبد الصلاح بن يوسف رحمه الله عليه رحمه الله عليهم الكل ومن بعدهم كان سي الهادي نويره وكان زاد سيد احمد التليلي وكان معاه زاد سي المنجي سليم وكان سي طيب المهيلي هذا لو سيرك لو بلو رابروشي لبولقيبه انا ذاك معناها في الحزب وفي النضال في الحركه الوطنيه وعنده دوتر سيركل بلوز الارجي
اللي يجي فيهم المستيلي والسبسي وجماعة الاخرين وبيان سور في حشاد، لانه حشاد ما كانش فيهم، كان زعيم تاع الحركه العماليه تاع الشتاتي. سي الحبيب بولقيبه انذاك كان معتمد على ناس وناس من حجر صوان. هادي نويلة سي با نابورت كي، هادي نويلة انسان تولد صحفي ونقابي ومحامي قرا وخذا بنت سي سالم بن حميده اللي كان عنده اربع بنات من كوده، كان يخرج يقريهم يحطوا في بالحجر العباد ما يقبلوش وقت الطفله تخرج تقرا. خذا واحده من بناته هو سي سالم بن حميده، هو اللي ساند الطاهر الحداد ايام المحنه نتاعو وقت اللي كفلوه على كتابه ملاءات شريعه المجتمع، وعمل له هذيك القاعده الكبيره التاريخيه في الكازينو نتاع تونس في البلفيدير اللي توا الماس دي زوفيسي واللي كانت مركز الفنون الحيه لتونس، وحضر فيها اكثر من 100 شخص، وجاب له طفله صغيره تمثل تونس وعطاها هديه، وخرجت انا في كتابي رونكونتر افيك تونيزيان ديكسيبسيون، بالك الطفله تمثل تونس. سي سالم بن حميده كان رجل عظيم، وراجل كان صحافي يكتب في ميسيون، وكان نقابي في السي جي تي تي مع عم بالقاسم القناوي، وكان كذلك زعيم للحركه الوطنيه وحتى للحركه العسكريه وتنفاء، وعرف منافي وغيره. ومن بعد كان تشوف انت في اتفاقيه 3 جوان 55 تونس كانت تقعد في زون فران ويحطوا هكا كاريمون لو فران تونيزيان ديبون معناها على من فالور كو لو فران متروبوليتان، هكا حتى الكلمه تستعمل متروبوليتان في اتفاقيه 3 جوان 55 كاريمون. هو اللي عملنا هذاك وخرجوا من الزون فلان، ومن بعد لما تنزلت الامور بلا حكومه وغيره. بيان سور هذه نويله كي غيلو النقد لكل انسان يجيه، ما ثماش انسان مكتمل كيما بورقيبه، ما كانش انسان مثال ديمقراطي كاد معناها الى حد ما، لكن ثم احنا شو نقولوا، انت استعملت كلمه مهمه جدا اللي هي لي بير فونداتور، الاباء المؤسسون في امريكا، الاباء المؤسسون اللي هما جيفرسون ولافايت وغيرهم. يعني وقت اللي تبنات تعرف عام 1920 يعني بعد 160 سنه باش واحد يكتب كتاب ينقد فيها سياسته الاقتصاديه وكانت هزه كبيره. بيان سور يلزم النقد ويلزم ان باس بار لو كريم، انا معاك، لكن كذلك ما يكون عندي رايه، وتنجم تكون عندك انتاج مثال 8 سنين يقول لك انا يوسفي وسياسه لهذه النويله كان مع بورقيبه وانا ضد هذه السياسه، وقاعدين هم علاش انا جبت الوثيقه هذه، خاطر ثم ناس قالوا تونس عملها ما نالت استقلالها وعملها ما خرجت، هذه خرجتها معناها لو موند عام 1956. ليه هاو فما فيديو في كتاب سيت اوفراج سورتي دي بريس او مومون او ايتي سيدي لو بروتوكول داكور فرانكو تونيزيان دو 20 مارس 56 دون نوتر كونكلوزيون في ديجا ايتا، هاو التصويره. وهذا سي طاهر بن عمار اللي هو تعرف طاهر بن عمار او مولود عام 883 فهمت، وسي طاهر بن عمار هذايا شارك في وفد من الوفود نتاع حزب الدستوري، مشاو مع سعاد بن فرنسا، ثم 3 وفود مشاو من وفد مشاع 23 ولا 24 في سي طاهر بن عمار اللي كانوا مشاو قالوا هاو دستور 861 وانطبقوه سموا الحزب الحر الدستوري، وهذوما هاو موجودين وهاو معناها تشوف هاو هاو سيدي هاو سي المنجسلين هاو سي باهي الازغم، هذوما كانوا في الواحد. ونعطيك تو تصور هنا تو تشوف سي صادق المقدم وتو تشوف باهي سيدي هاو نوريك تصويره هنا، هاي سيدي هنا هذه تصويره من عند حد، هذه سيدي لامين بي صح في اتفاق الاستقلال. الاستقلال ايوه هاك يحط في الطابع نتاعو. شكون معاه؟ هذا موجي سليم. موجي سليم. هذا شكون؟ هذاك طاهر بن عاشور. طاهر بن عاشور. الله يرحمه. وهذا مجموعه هذا العباسي وزيل ملوز العين هذاك. شوف يحط في الطغره نتاعو. الطغره هي طابع الملك. طابع الملك. طابع هاو تو ماري هول. طابع نتاع نتاع البي. نتاع لامين بي. اي لامين بي فوالا. لامين كان عنده الطابع هذا كل طابع عنده. صاحب الطابع معناها كل واحد عنده هدايا معناها عبده محمد الامين بي فهمتني، ومكتوب هكا بالاحمر كان موجود هذه انتخ فهمتني، كان نوريك هاي سيدي نوريك تصوير اخرى جوفيت وليغالي، هذه اول حكومه طلعت بعد الاستقلال، بعد الاستقلال الداخلي هاي نوريك مثال سي دي بتي كادو كو جو في هكا خاطر هذا مسيد تلوك في لابريسيو مش موجودين وساقي هكا هاي أيوة. والحكم هذه هي فوالا هاك فيها وين هادي نوير؟ وين هادي نوير؟ ها هو هادي نوير راهو لهنا اش كاتبين هي؟ هادي نوير مينيسك دي فينونس فوالا هذه في الحكومه نتاع سي طاهر بن عمار اللي هو كان بريمي مينيستر بريزيدون دو كونسي مع سي المنجي سليم مع سي محمد الكاظم ابن عاشور مع سي جلولي الفارس الله يرحمه من عمه مع سي الهادي نويره ني امونستي 1911 ابخي دي زيتود سكوندير او كوليج دو سوس اي في سون دروا ا باري اي ميليت ديجا دون لونير دو سوس ان 37 اي سانسكري او بارو دو تونيس اي سي سبيسياليست دون لاكسيون سانديكال اي دوفيان سيكريتير جينيرال دو لا سي جي تي تي اي لا بارتيسيبي ا تو لي كومبا دو نويدو سوس دونت اي ديفونو ان دي تيوريسيان دي بلوس ايكوتي مينيستر دو كوميرس دون لو كابينيت دو نيغوسياسيون دو 7 اوت 54 نويدو سوس هذا شكون؟ جلال الدين العباسي وهذا عم صادق المقدم ولد القد هذا هذا سي محمد البدرة الله يرحمه هذا سي محمد مسمودي ربي يطول في عمره ربي يطول في عمره كان وزير خارجية هذا سي فتحي زهير
ايوا ما هدرك هذايا اخته ما تصرح بنيوسف وكان باتوني لور دي زافوكا سي شادي الحيم سي تان سوسياليست من باجر ان غران مسيو والبير بسيس البير بسيس هاي الحكومه هذه قداش فيها؟ فيها سي طاهر بن عاشور مستقل سيمون جسليم دستور الكاظم بن عاشور مستقل ها جلو لي فارس دستور الهادي نويله دستور عزيز العباسي مستقل مستقل الاستاذ خالد مقدم دستور محمد بدله مستقل محمد المسعودي دستور شادي الحايم اشتراكي بالواحد ها فتحي زهير اندبندون والبير بسيس اندبندون فيها خمسه تستر وسبعه سبعه مستقلين سبعه مستقلين ومن بعد البير بسيس يتنحى ويجي في بلاستو شو اسمه هذاك باروش باروش اي ها هذا مستقل دستوري يعني هذاك هاي حكومه نتاع توافق وطني موجوده بعد اول حكومه نتاع استقلال تراسها وفيها كل الروافد طاهر بن عاشور فيها فيها الروافد فيها السوسياليست فيها مشادي الحي مشادي عائلته كانوا من باجر جراند فامي في الجراند كونسي كان كيف سيجار كيما فيدل كاسترو كان طويل هكا حضرت عليه حضرت على عائلته نعرف من المجمع طويل هكا شوفو كومينو دوزيو فير هكا بلعم كان يبدا عامل ويلبس صباب بورسالينو وكساوي واقفه هكا واش في لاكي من وقتها واحد متملح وما تعرف حتى مع واحد من شاف البروتوكول نتاع البي جلو لي فارس من كابس راجل عظيم محمد كاظم بن عاشور شد وزير يودي كي تشوفهم هذا بدل يعني شكاب مع صالح بن يوسف شكاب بالفرنسيس بعد 1951 البير بسيس كيف كيف ان كرون مسيو فتحي زهير كاتي باتوني دو لور دي افوكا في تونس ورغم اللي معناها بورقيبه قتل بن يوسف لكن رغم هذا في الصراع بيناتهم هو بقى معناها وخدم وغيره شادي الحيم محمد المسعودي لان دي بلو كرون ديبلومات يعرفهم العالم العربي وربي يطول في عمره وفي تونس مثلا مشكور كتب كتاب اسمه العرب في العاصفه بالله الحبيب السيد اللي فهم شاتو هاي اكد لك العرب في العاصفه ما يعرف ما يفهمش شاتو فهمني وعندك هنا انا بيان سور انا فخور بولد زنقتي اللي هو سي صادق المقدم خاطر هو زنقة الرياض رحمتنا وهنا تنوريك تصويره اخرى فهمتني تصويره اخرى اهو ما سيدي هاي سيدي هذا سي مونجي سليم سي طاهر بن عمار سي مونجي شفت طاهر بن عمار معاه بيان سور سيدو اللي بعد نحاول مقيم العام هو لو بريزونتون تاع فرنسا باش يوريك معناها الامه هذه شوف التصويره هذه هاو لمين بي مع طاهر بن عمار مع سيدو طاهر بن عمار على اليسار هذا هو اي وين عمك صدق مقدم عمك صدق مقدم انت لي لا هاك لا جوستومون جوستو راه صدق مقدم شوف وهذوما اللي شاف البروتوكول معناها كي يقولوا دستور فهمتني لمين بيجي فوالا لمين بيجي سمبلت قرار فهمتني لا هما تو سابيهم لك كان تحب يقول لك هنا صدر التست لو بي ايون ا سا دروات مسيو جيرو سيدو او كوميسار دو فرانس تونيس يا سا غوش مسيو طاهر بن عمار بريزيدون دو كونسي دوزيام غون جنرال بحري اللي هو نسيب البي انذاك وسيد شادلي بي وصادق المقدم المينيستر التونيزيان اللي هو اصله من جربه وكان دكتور وراجل عظيم وكيف كيف كان في زنقه الرياض مع الدكتور بن ميلاد ومع ناس اخرى دونك هذه مش بلاد جات من عدم هذا من الاباء المؤسسون وكان الناس ترجع لتاريخها ومش حكي تو عندي لو انا وثائق نقعد نجبد لك معناها ساعات نجبد والله نجبد من 10 نتاع الليل نقعد لا نتاع الصباح وانا ضايع بيناتهم نتفرج ونقرا ونطلع ونقول انت شوف شو شكل واحده مش واقفين كيما الاخر عم هكا واقفه وكل واحده وكل رقار وكل ولا وانت تفكر شوف كيف تجي اسطنبول يا خويا هاوك البي مع انجل كبوس وقبل ها وتونس ها هي شاشية ها هي مشاو جابوا لنا الشاشية اي فوالا خايبة الشاشية هذوك راهو البيع تاع بروتوكول خير من احنا مع الجمهورية فهمني احنا ديما هي 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 هم عندهم بروتوكول في ليكسونس دي تالم شفتك الخاتم اللي لابسه سيدي لمين بي شفت الخاتم هذاك شفته اي تفرج شلون عندنا واحد صاحبنا هذا حاجة اخرى كذا معناها بورتودين حتى الشكل حتى الشكل معناها سي دي زوم ديتا يا ايها الملا وافتوني في امري شنو الملا يا اخي سيدنا ما جاوش قالوا له صلى الله عليه وسلم سيدي صلى الله عليه وسلم لو الحب وسبابتها تبدا نظاف قال لهم ربي جميل حب الجمال ونفرح وجهكم اخرجوا مستكين الواحد مشاكل صار نبداو حاله حليله وتعبين وبالسيف وكرافاتكم عوجه البارح معاذ السيناوي عداو في فرنس دو قالوا معناها إلا في دي ديكلاراسيون مناسونت هو ما قال حتى شيء مشى مشى ودار هكا وكرافاته ماشي هكا وحاله حاله حديد سي با سا بون هو حرب ابري تو لابس كرافات روج مي اعتيد احنا
كل سيد وكلني املا بلاستيك يا ايها الملأ او يا ولدي تو انت عندنا حاجه يقول لك جاني من الاخر قالوا في الصحف لا بيراميد ما يخسر هاتي معلومه من الاخر نبداو بالنوفيل احنا ما نبداوش بال مش كيما كاتب قصه ولا كاتب روايه ولا كاتب مسرحيه نبداو باخر حاجه لوفي كان نوفيل يجي من الاخر يقول لك التونسي املا بلاستيك يا ايتها الحكومه املا بلاستيك ما تحبش نسلفكم هذا واقراو ما كانش عندكم معهد الحركه الوطنيه ارجعوا اقراو ارجعوا شوفوا كان وليك بورقيبه في المفاوضات لو ماسك دو فير اللي في وجهه كي تشوف بورقيبه كيفاش كان يلعب بهم كيفاش كان يعبث بهم معناها حاجات ما تصورهاش في بالك باش يوريك معناها شوف شوف هاو شيخ الكلام شو قلت انت قلت سيدي تعرف شوف كل لحيه المحفه تعرف كان ولدته في شوف الوهره بشميق اي وريك التصويره تعمل انت كي تلبس الاميره هويام هذيك ولا الملكه هويام هويام اي تلبس تبان هاكا يبدا من قدام عامل هكا بتاع شحاف المسلسل تاعنا بشميق احنا جامعه اسمه جامعه البشمقيه جامعه يسدي في نهج البشمقيه وين تخرج من البركه وانت ماشي على عثمان عثمان دار البيع اليمين هذيك كانت معناها كليه بكلها فيها تكيه وفيها جامع فيها كل شيء في دعي بن زياد بتفهم قدام اسمه جامعه البشمقيه كان يلبس بشميق وكانوا حفوا اللحيه بتاعهم احنا قبل يقولوا شاني حفف وشوفك الوهره وكيف حتك الشمسيات من هنا توا يجيك واحد صغير مازال اوتو بروكلامي حتى تكشطه بستة فوق راسه ها ولا هذا تو قال لبس كشطه تزيري لبس كشطه فيها سته لي على لي على سته وهو في بلد بهالعالم وين وصلت لذلك وحتى الشمسيات من هنا فهمتني بحليل الدولة من قوشين فوق الوردعيه نتاعو انت تقول يا كيما سيدي طاهر هذا منين جاي اللي يعرفه شكون هذايا ماك تعرف اهل العلم اللي بس اهل العلم كيما الجيش قرايديه معناها قرايديه اي سخت وتلقاه شوفك حتى معناها وشوفك العباد وشوفك تيدي شو تعرف بالعمال شوف صحف الاستقلال ان ليون اسد بالحق ان فغي ليون هذاك ان فغي ليون لحظه تاريخيه فرق دونك حتى لكل جواد الكبوه فهمتني ولكل زمان الرجال ولكل فارس الميدان اما احنا التعبيد اللي كلنا ضحالة واللي كلنا نهجيو واللي حتى اللغة العربية ما نعرفوهاش واللي معناها غزلتنا كما قلت لك زجاجية بلورية انا اغوتر فيترو فوالا فيتروزية نجي تو نتاعو على القامات الكبرى كي تحط حط حشيد كي حبيب عاشور كان انا حضرت عليه البارح في الايام كان كسيد هي مش حبيب عاشور اللي يخدم على حبيب حسين من قدور ولاده معناها وحسن حمودية وحسن حمودية ناس كانت تلعب خير الدين صالحي بصلاح وجماعه ومداحي في ناس كنت تلعب تقول لي نقابيين هذوما ناس كنت تلعب من بعد يجيك نهار شفت محامي صديقنا حكينا عبد الرحمن الهيله كنا احنا صغار احنا صغار نمشيو نتجراو للدريبه شكون يجي الاول فما قضيه نتاع قتل باش يجي الهيله نبداو نتفرجوا فيه بوليسيه يبداو اش تعمل هنا برا روح لا نحب نتفرج عندنا حق وشنو خلونا نحضروا ويجي عمك الهيلة وحط الربه نتاعه ويبدا كيما الديموستان هذاك ديجا هو قصير هكا مي هكا من الاول يغرم بعد يتسيب يضرب ساعه غير باع بالله يا سيدي حسن ترى من مساك تسمع حسو تسمع حسو كيبدا هو يعمل في نون فولي ليريك هكا على في قضيه فقهيه قانونيه فقه قانون فقه قضاء وتشوف القضاة يغزلوا له واحنا صغار نبداو هكا والصحفيين كان الدخلاوي كان فهمتني اداك كان يكتب كان يكتب في سبدو في لابريس اداك عبد الوهاب الدخلاوي يظهر لي بنته زاد محاميه كان يعمل خدمة تاع سيدي بوسحين وكان يبداو قاعدين الكبارات كيبدا هو يحكي قضاة كبار كان مالك يقول يبداو قاعدين نفهم وقتها كان عقل بيك والو كبير يضرب باك ودخان ومن بعد يبارك يكون العقل ويلا ما يعرفوش ما تصوروش ما تصوروا كان هذا ضد ليتوال في فينال وضد ليسبيرونس ضد الكليبر كان ماجيسيان من اكبر الجوالات على محمد العقلبي سختنا يعني كل شيء مرتبط ببعضه حبيت نقول لك السياسي الكبير يعطي صحفي الكبير عمل هادي العبيدي كي كان يقف كي كان يقف تقول سيد ومش هادي العبيدي بالك الحبيب ابو العريس كان شويه ما هو وسي عمر بالخير عمر بالخيريه يرحمه وينعمه كان شويه ما هو هو اللي تونس لابريس واحد وهو نفسه مولا لابريس اللي هو سماجه سماجه يهودي تونسي هذاك تعرف كي جا من ديس فرونس قال باش نعطي استقلال داخلي نتاع تونس تعشى في داره وجا بورقيبه تعشى في داره وقت لابريس كان جورنال دو سوار قال له شوف قال له لو نعرفوا سي الحبيب لو ديس فرونس يعرف بورقيبه قال له شوف
تعمل لي صلح الشجعان. انا نمشي معك شو صلح الشجعان؟ قال فلاقي رجعوا سلاح بولقي بهم كان عنده ترغيب وترهيب. قالوا الله يبارك. قالوا لا نعرفك. هذا حكاها هو سمعت نفسه. قالوا نعرفك سي الحبيب لو انت معناها ذئب. قالوا بولقي انت تعرف السياسه خي دوغول ما عملش كيكه. قالوا به تعرف كيفاش؟ انا غدوه باش نقول للبيع اعطيني التصريح. قالوا لا احكيتي قدام البيع اعطيني التصريح. قالوا اعطيني نفس الخطاب نتاعك. اعطوا نفس الخطاب نتاع مونديس فرانس اللي عملوا قدام البيع 31 جويي 1954 حكى فيها الاستقلال الداخلي نتاع تونس. عطاوه سماجة حطوا تحت ضبوطه. قالوا هاك عن سماجة هاك انت تتكلم انا نتكلم. قالوا انت تعمل تعطي تصريح وانا نعطي تصريح بولقيبه وقتها لان وقتها ثوره مسلحه ويخطوا في الجدرميه وحاجات كيما هكا والدنيا خايبه في نفيضه وفي تزلكا وفي عديد مناطق الجمهوريه قائمه ثوره كبيره فهمتني. قال تعرف كيفاش؟ معناها كان شاهد هذاك مدير لابريس كان شاهد شد حتى تحت ضبوطه ويحكي لي انا جماعه اللي خدموا معاه انا حضرت على جماعه من القنطاسي مثال خدموا مع سماجة هنا هنا مسكين في الزانية معانا حتى الزانية 2000 خرج خدم معاهم اللي هو صغير فهمني وبسيس وعندنا جماعه انا صغير دخلت هكا نتكعبل بيناتهم وموشي ما دار يحكيوا لي على سماجة خاطر سماجة انت حال عمره 70 فهمني هو شري جريد كومبا وهو جريد لابريس عملها بور فينونسي كومبا وانت حال وقتي فيليب تيسون عمل كوتيدان باري كومبا كومبا وما ادراك كانت نتاع سماجة اللي يخدم فيها شكون اكبر صحافي في التاريخ هو البير كامي البير كامي كان يخدم مع سماجة التونسي ان توكا بالله العظيم قال لي عملها على الماربل احنا نخدم وقتها بالمونوتيب يخدموا بالحديد انا حضرت عليه بالرصاص انا والنوبي ومالوكي جيل هذاك حضرنا على الرصاص خدموه بالمونوتيب وخليهم كانت تتبع شكون هكا كان كي نغلطوا في حرف نعاودوا نستناو فهمني نستناو نذوبوه هذاك الكل وبعد من بعد ما يذوب هذاك الكل باش نعاودوا خاطر كانت اللينوتيب ومن بعد جا المونوتيب يبدل حرف الحرف نبدلوه مي كوميم يذوب يعاود يلا الحسينو وخلاه سوز امبارجو هو عمل الخطاب بولقيب عمل التصريح نتاعو وخرجت لابليكس خرجت الخطاب تاع مونديس فرونس لوتونومي تونيزيان هذه الناس كبار يعني قامات يا اخي كل واحد تنقد اللي تحب اما اعطي لكل حق حقه كل ذي حق حقه كل ذي حق حقه كل ذي حق حقه احنا اليوم في حضرة الجمهورية وفي حضرة الاستقلال ما يمكن الا نحييو كل الناس اللي بنوا تونس هذه العظيمة وما يمكن انه لما نسرعوا هذا الا نبكيو على وقعنا المريرة لانه بلوكيونا تعرف انسان تبلوكا انسان تبلوكا نوسون بلوكي انا امبارح كنت انتظر في حاجات كبرى وقلنا اين نستناهم ونشوفوا تبخذ الجبل فولد فعلا فهمني وتكلم الاسد فقال لا شيئا ومعناها القرار حتى شفت سيد رئيس الجمهوريه من بعد اعلان الحرب هو نفسه تراجع في الكلام نتاعو وشفت معناها دي مزور تقول انت نتاع ترقيع على كل برشا عباد طالبين لي دوكيومون تلقاهم بعد شويه على الفيديو في الفيديو على البودكاست يهبط شويه اخر صوتا وصوره وتشوفوا تصاور لي دوكيومون اللي حكينا عليهم الكل بالنسبه الى الفيديو اللي حكيت لكم عليها نتاع وثيقه الاستقلال تو نعاود نحطوها لكم تو على باج اوفيسيال نتاعنا على فيسبوك راديو كابا فام تو سويت موعدنا يكون مع الاخبار بعد الاخبار نسمعوكم صالح تغني لنا تونس اليوم مباراه من التنكيده ونكملوا نحكيو على 20 مارس 2015 اليوم 59 عام تمرت على استقلال الدولة التونسية. التسعة غير درجة على كابا فيم صباح الفل التونسي الكل مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو نكملوا معكم إن شاء الله حتى العشرة متاع الصباح نكملين حديثنا على تونس اللي نحبوها وتونس اللي بالحق توحشناها وإن شاء الله تونس ترجع لدارها على كل مشوارنا متواصل وبعد شوية نرجع نكملوا نحكيو حديثنا عن أباء المؤسسين نحكيو على لي بير فونداتور اللي ابنوا تونس الحديثة ونسترجعوا ومع بعضنا كذكريات الجميلة وكيف كيف نستلهموا من هالناس هذوما اللي يمثلوا تاريخ تونس اليوم ونكونوا إن شاء الله احنا أحسن امتداد لهم ونكونوا إن شاء الله اليوم أحسن خلف لأحسن سلف توتو تسمعوكم أنغام سألت عنك قالوا لي حلوة صباحكم مزيان مع أحسن وسفيان نهاركم زين على كابا فام إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله كل عام وتونس حي بألف خير إن شاء الله كل نهار وتونسنا العزيزة متألقة تحية تونس وإن شاء الله المجد لشهداء تونس واليوم كلنا بصوت واحد نقوله أحنا كشعب تونسي أوني تخي غوكونيسون إلى الفلاجة إلى الأباء المؤسسين للدولة التونسية وكيف كيف سختنمو لكل قطرة دم من شهيد خلال حرب التحرير على الأقل خلينا نسميوها لقبل الاستقلال وإلا بعد الاستقلال واحنا اليوم معركة الاستقلال بعد 59 سنة بارادوكسالمون سفيان فرحات تطرح من جديد
تطرح معركة الاستقلال من جديد، طرحت من بداية القرن العشرين، خلينا نقوله من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لما طرحت قضية الاستقلال المالي وقت جاء الكوميسيون المالي، وقت اللي باعوا البلاد الخزندار وبن عياد وغيره والصادق بي، وجابوا الكوميسيون الباني، وتونس دخلت في الاستعمار غير مباشر كيفها كما الصين كما مصر انذاك، ووقعت انتفاضة علي بن غلام اللي هي انتفاضة انتروت ضد المجبة، وبالتالي وقتها طرحت قضية الاستقلال تونس، و معناها الامبراطور نابليون تروا وقت اللي قابل صدق بي في الجزائر، ومشى وقتها صحافي تونسي يكتب في العدد التونسي جنرال حسين يقول له كيفاش تصحوا تونس باش يعملوا هذا الدستور 1861 احنا نحبوا نستعملوهم، وطرحت قضيه الاستقلال بتاع تونس من وقتها. ثم جاء الاستعمار المباشر عام 81 وجات اتفاقيه القصر المشؤوم، القصر السعيد من اسماء الضداد انذاك، ومن بعد عملوا اتفاقيه المدفع 1883 وسلبت تونس من حريتها بتاتا، وبدات تتكون الحركه الوطنيه. الحركه الوطنيه تبنيت اولا على حركه على الميدان، حركه عسكريه، يعني قامت انتفاضات في جبل خميل، في صفاقس، في جابس، في الدخله، في الساحل، في منطقه كذلك مكثر وقروان، قامت انتفاضات كبرى في الجنوب الشرقي، زاد الهوش وآل والرمام، ولا عملوا انتفاضات كلها، وهذيك بدا ظهر عليها المصحين انذاك اللي هما سالم ابو حاجب اللي عمل المحاضره نتاع الخلدونيه عام 1896، ثم كذلك الشيخ الثعالبي اللي بدا بشوي بشوي يتحرك وعملوا موفمون جون تونيزيان، حركه تونس الفتاه، وتبنيت على انتفاضه كذلك وقعت عام 1906 في تانا، عملها بن عثمان اللي هو كان متصلح وقتل فيها ياسر الفرنسي، ثم اعدموه قتلوه والجماعه نتاعو، وجات حركه تونس الفتاه، وظهر شادي خير الله، خير الله بن مصطفى، ظهر الزاوش، ظهر صفر، ظهروا معناها ياسر شخصيات كبيره، منهم الثعالبي، منهم النخلي، منهم الطاهر بن عاشور، ومنهم غيره، دونك تبنات الحركه هذيك، وعلي ومحمد بشحامبه بيان سور وغيره، ووقعت الانتفاضه نتاع الترامفاي واحداث الجلاد عام 1911 الكتاري والجلجال لمولادك الجلجال وهاي نفدي والثار وغيره، وصارت الاحداث هذيك. ثم جات الحرب العالميه الاولى، وفرنسا وقتها استغلت الفرصه نتاع الحرب باش قضت على الحريات، وقفت الجرايد، قعدت الجريده برك براتيكمون يوميه تخدم انذاك وغيره، وبعد جات بيان سور تاسيس حلب الدستور مؤسسي حلب الدستور، كان الشيخ الثعالبي وصالح فرحات نحو الدين القليبي وغيره، وكان حلب الدستور البرنامج نتاعو الاستقلال على عكس ما يروج له، كان يقولوا ليمونسيباسيون دو تونيزي تحرير تونس ضروري، ومشات جوستومون طاهر بن عمار اللي حكينا عليه احنا انذاك، لانه يعني كما صار في مصر حلب الوفد، حلب الدستور بعث ثلاثه وفود مشاو لفرنسا، منهم الوفد الاول اللي خرج في بدايه ديسمبر 1920، وما روح كان في 4 فيفري 21 جو كروا، وطرحوا قضية الاستقلال نتاع تونس انذاك، لانه مشاو قالوا هل انه الدستور 861 يتنافى ولا لا مع كبار برتليمي وغيره من كبار ذهابية القانون الدولي انذاك، يتنافى او يتعارض مع اتفاقية القصر الصعيد والمرسى، قال لهم لا، قالوا من اصحح الدستور اصحح بالدستور. ومن بعد بيان سور ظهر جيل النقابيين، وظهر بالقاسم، ظهر محمد علي الحامي والطاهر الحداد والخياري وفينودوري وغيره، دونك بدات تخدم قضية الاستقلال حتى جاء عمر 34 وبورقيبه اسس الحزب الحر الدستوري التونسي، لان 1930 كان تاريخ فارق في تاريخ المغرب العربي الكبير، مشكله الظهير البربري في المغرب مع الملك انذاك، مشكله لا سيليبراسيون دو سونتينير معناها نتاع الاستعمار في الجزائر 1930، وكذلك مؤتمر الفخارستي في تونس وحرك معناها السواكن الكل، وبورقيبه اسس الحزب الحر الدستوري. كيف كانت قضيه التجنيس هذا وقتها سوفيا انستيتيوت رابيل؟ اكيد طرحت قضايا عديده منهم التجنيس وفيها اموات وغيره وفيها انتفاضات ان توتي تاتكوز اللي صار، وانه تبنت الحركه الوطنيه وشيء فشيء ظهر فيها زوج رفض كبرى، رفض نقابي ورفض سياسي، وبورقيبه ورفض عسكري باش يظهر فيما بعد، وبورقيبه كان هو همزه الوصل بين الروافد هذه كل، هو وصلاح بن يوسف وزعماء انذاك والماتري وغيره، ومعناها الحبيب سامر، يعني كي تقعد تسمي المدونه التونسيه كبيره جدا، حركه نقابيه اللي خاصه بعد محمد علي الحامي بعد بلقاسم الجناوي عرفت الاوج بتاعها مع اكيد فتحات حشاد اللي خرج من قادة
العباسيه من جزيره خلخنا وبناء معناها نقابات في صفاقس ثم نقابات في الساحل خدم في 16 ثم جاء نقابات الجنوب بعد اسس نقابات الشمال ومن بعد وحدهم في 20 جانفي 46 وولدت حركه نقابيه تونسيه من اقوى الحركات النقابيه العالميه وبدات الروافد ووقعت معناها قمع في 4 اوت 47 و 5 اوت 47 وسقطوا شهداء في العمال في صفاقس والحبيب عاشور كان من المشاركين انا ذاك مع الله يرحمه فرحه حشاد الله يرحمهم الكل ومن بعد بيان سور اختمرت الامور وفرنسا ما قبلتش الاتفاق التوافقات عند الوقت عام 50 ومشى ديليغاسيون الدستور لتشكيل الامم المتحده ودوله القضيه وكان عم علي بن سالم موجود علي بن سالم لوبانت اللي توفى فهمني اصيل الساحل وكان يعيش في السويد وكانت تطرح القضيه وغيره كما جلال بن عبد الله هنا اليوم باش يعملوا له اكسبوزيسيون اللي كان زاد يعيش في السويد وكان عارف بالقضيه التونسيه وكانت مظاهرات وخرج بدر وصلاح بن يوسف وشكيل الامم المتحده وصار ما صار وندلع صار تدويل وقت القضيه التونسيه سي تغابيل سفيان بربي احنا ما ننساوش زاد كيف انه الشباب كانوا هما لاعبين دور كبير ونذكر زعيم الشباب علي بلهوان واحداث 9 افريل 1938 خاطر اكيد جدا 38 اي 38 ما ننساوش هذيك الطالب التونسي ببرلمان تونسي يرحمه وسقطوا شهداء في ساحه القصبه وكذلك وقعت محاكمات واعتقلوا بلقيبه في البلاصه يسميها معقل الزعيم ومنعوا الحزب الحر الدستوري والصحافه نتاعو وصار ما صار ان توت ليتات كوز التراكمات الكل ادت الى اندلاع ثوره 18 جانفي 52 اللي هي ثوره ذات بعد عالمي بدات في تونس ثم مشات للكونغو ثم مشات لمصر للمغرب للجزائر لمصر كذلك ثوره ضباط التحرير في جوليا 52 وكانت فاتحه نتاع انترفال اوفير نتاع حركات التحرر الوطني واجتماعي اللي امتدت حتى بدايه السبعينات حتى نقولوا سقوط سايغون وانتصار الفيت كونغ وانتصار الفيت منه معناها في عام 1975 دونك بدا الانترفال من 52 وتونس كانت عندها الرياده في هذا ومن بعد بيان سور الثوره الجزائريه كذلك انطلعت اندلعت وظهرت حركة عدم الانحياز وظهر أحمد سكان وجوهر لالا نهرو وظهر معناها جوزيف بلوسيتو بلقيبة غيره كانوا من الزعماء هذوما والثورة الجزائرية كذلك بعبان رمضان وأحمد بن قاسم بن خضر جماعة بومدين بن بلا بيان سور كيف زيلوت يوسف فاطمة بلوزداد علي لابوانت حسيلو كيف مئات نتاع الاسماء وان توت ايتات كوز تونس لعبت فيها دور حاسم والحكومه الجزائريه كما سلفنا البارح كانت موجوده مؤقته في تونس مع فتحات عباس في تونس وقامت الثوره هذه والثوره هذه ادت الى الاستقلال سنه 56 استقلال تام استقلال داخلي في 3 جوان 55 اللي هو البروتوكول داكور نتاع وقبلها تونس. هي عوده زعيم بورقيبه في 1 جوان 55 55 رجع بعد معناها توتافي وهي من اعظم لحظات التاريخ في عناق زعيم بشعبه معناها خلينا شيء ما تصورش في بالك معناها كانت حابه نوريك صوره معناها تعبر بالغبار نتاعها ما زالت انا وياك مش مولودين وقت لكن معناها هذوك الاباء المؤسسون وانطلقت تونس وجاء استقلال جاء بالدم بالحديد بالنار بالثوار بالفلاقه لانه بورقيبه كان رابط بين الحركه النقابيه مع الله يرحمه امير الشهداء فرحات حشاد وكان رابط مع الحركه العسكريه اللي كان يقود فيها واعلن عليها اساسا معناها حمد التليلي سيد احمد التليلي لا يرحمه ينعم وكان من اعضاء بورقيبه الكبار والحركه السياسيه والحركه النسويه ومعنى حتى زكيه بي كانت مع بورقيبه اللي هي بنت كان عندها كارتة في حزب الدستور صحيح فوالا بورقيبه كان يتخبى حتى في قصر البيه ست ماما ورجلها المنصب السالم كان موجود حاسلوا حركه كبيره وشاد لي بوزقرد وشريف المسعدي ونساء كانوا يتحركوا حتى وصلوا انه في بعض وثائق لقيتهم في كتاب نتاعي نشرته منه بورقيبه كان وصل لعنده سنه 52 300,000 مناضل داخل الحزب الحر الدستوري اشتروا من سايب حاجه رهيبه جدا الطبقه السياسيه التونسيه كلها اتخذت تو ما تجيبش 300,000 مخالف بالنهضه بالنداء بالمؤتمر بالجبهه باللي تصور لمهم الكل لمهم الكل ما يجوش 300,000 مخالف 300,000 مخالف كانوا يحكي معناها الله يرحمه زاد كان يهودي تونسي عظيم اللي هو جورج عده بورسرج عدا معناها وجد جد مراد زغيدي صديقنا مراد زغيدي خد صالح زغيدي صديقي خذا بنته فهمتني وخذا مراه فاضله زاده مناضله كبيره يرحمها يهوديه تونسيه من قابس اللي هي معناها جلاديس عدا انا عرفتهم هذا مزوج وقت يحكي جورج عدا قال كي كانوا يخرجوا باش يشنقوا المناضلين قال كي نغنيو حماة الحماة قال في الفجر يبداو يغنيو قال الفرنسيس نفسهم يقفوا في لحظة نتاع خشوع يخافوا قال الحيوط نتاع السجن كانت الدردعة والصوت ينبلش في تونس كاملة
تونس كاملة تسمع حماة الحماية، حماة الحماية مع الفجر هذاك فهمتني، مع الأذان تسمع، قالك الصوت يسمعوه في تونس كلها. تصور أنت 3000-4000 واحد يغنيوا في حماة الحماية وقت اللي الشهيد هذاك باش يمشي إلى المقصلة ويمشي باش يسقط في ساحة الوغاء من الحركة الوطنية. معناها لحظات يحكي عليها جورج عدى اللي هو توفى منذ سنوات، رجل فضل ورجل عظيم معناها، وعطاه زاد أسد وطني أسد من حركة الديمقراطية التونسية جورج عدى، لأن عرفته مع إستر مع عديد الناس كانوا كان في حزب الشيوعي، كان في حزب الشيوعي، كان في طاقة التونسية دفاع حقوق الإنسان، وكانوا كذلك في الحركة الطلابية وغيره. يعني هذا كله تراكمات تاريخية أعطت الثورة الكبيرة. وأنا نحب نطلب من الباجي قايد السبسي والحبيب الصيد وأبلغ نواب الشعب اللي فيهم يسمع فينا باش يرجعونا الاحتفال بعيد الثورة نهار 18 جانفي 52. رأي الثورة حتى كان عندك مشاكل مع بورقيبة، مش بورقيبة اللي عملها الثورة، بورقيبة كان قائد من قيادة الثورة، كان يمكن هو أقوى شخصية، لكن كان فيها صلاح بن يوسف، كان فيها معناها الهادي نويرة، كان فيها أحمد التليني، كان فيها فرحات حشاش، وهذه ثورة عالمية، هذه شاكل عالمية، ثورة عالمية هذه شاكل، وما أدراك معناها صفاقسه كل البلاد العظيمة أش ناظرت، والساحل أش ناظر، والجنوب أش ناظر، وقفصة أش ناظر، ومكسر اش عملوا ولاد عيال، والفلاشيش والمجر اش عملوا ولاد خميل، وهنا في نابل معناها قامت كان من قيادات الحركه الوطنيه بو محمود المسعدي، وهو محمود المسعدي يعني كان ومرته زاد كيف كيف، والبشير زاد العيون، يعني كانت ناس وجربه اللي كانوا فيها مناضلين كبار معناها، خرجت صلاح بن يوسف وخرجت الصدق المقدم وخرجت معناها مثقفين كبار كما معناها فريد غازي وغيره، يعني ناس كانوا وطنيين. وتلاحظهم فريد غازي كان يكتب في التوم مودرن مع سارتر ومع كاميو، يدخل في الصراعات وطارح مع فرانس فانون قضية الاستقلال في العالم، مات هو صغير فريد غازي فهمني، معناها التاريخ كبير رهيب يلزم نرجعوا له. بيان سور لنساو أسماء، أي إنسان يسمعنا تو يقول لك نسيت فلان ولا فلتان أكيد، لكن احنا كلهم تسقط سهل هذه تونس معناها يروا على سبيل الحصر، وكلنا أولئك الأبطال معناها، احنا بكل أبطال عظام، وفيهم زاد الثوار اللي كانوا في الجبل فهمتني، معناها كان أبطال ما يعرفهم حد، نازلوا واستشهدوا. الانتفاضه اللي وقعت هنا في 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 مفيزه، ولا اللي وقعت في تزركه، ولا وقعت في في مساكن، ولا في سوسه، حاجات معناها يذكروها الناس التوا الدموع نتاعهم، وشهداء حتى شهيد حكينا عليه كل مره من هنا من الحمامات، من الحمامات وكيفاش قعد يقاوم الله يرحمه وتوفى، معناها يوريك وانه تاريخنا تاريخ كبير. واليوم نسترجع ذكرى هذه الثورة المجيدة، لو الاستقلال كانت الثورة، وكانت الثورة التحمت فيها الناس كل العمال بالمثقفين بالمركنتية بالفلاحة بالصوت الطالب الزيتوني، كانت عندهم جريدة الصدى والاتحاد العام لطلاب تونس اللي تلأس مؤتمر نتاعو الأول في صالح بن يوسف ويرفع شعار تونس للتونسيين كيما الدكتور المورو الأمريكو وزامريكا وكيما لوبين لفرانس الفرنسي، هذا معناه قال صالح بن يوسف وما أدراك. وعلالة بلهوان كان كي يخطب يسميه زعيم الشباب، الناس تبدا تبكي، ووقت اللي بورقيبة شدوه وهزوه للمنفى طلع الهادي شاكر، الهادي شاكر وما ادراك معناها راجل اقتلوه هون في نابل، اقتلوه في نابل معناها هنا، وراجل كان ليه ما ننساوش انه في 52 وقت اللي تم اعتقال زعيم الحبيب بورقيبه سفيان، بانه فرحات حشاد وقتها والاتحاد العام تونسي الشغل هو اللي كان قاد حتى سياسيا البلاد، معناها شو الاتحاد العام تونسي الشغل، شو بورقيبه وفرحات عمرهم ما قسموا، بورقيبه وفرحات حشاد عمرهم ما قسموا، ووقتها البي عمل مجلس 40 اختار فيها 40 شخصيه وطنيه باش يرد على الفرنسي تميم بي في اخر الجزر، في الاول ما كانوش حبوه العباد، سيدي الامين ما كانوش حبوه لانه جاء بعد سيدي المنصف، اي بي الشعب، بي الشعب بعد سيدي المنصف، بعد ما تم اغتيال سيدي المنصف معناها في المهجر، ولكن سيدي الامين بي معناها عائلته هو ونفسه وتجزر بشوي بشوي، وعمل حكومه شنيق اللي شارك فيها حزب الدستور، وجات حكومات اخرى شارك فيها كما قلنا الهادي نويره من بعد، وسي صالح بن يوسف كان وزير العدل في حكومه شنيق انذاك محمد شنيق، دونك رمين بي تجذر وتونس كلها تجذر، وقعت لحمة كبيرة. الاتحاد العام التونسي للشغل لعب دورا حاسما في الحركة الوطنية وفي الحركة حتى العسكرية، اللي يسميهم الفلاقة، أنا كي كنت صغير كنا نسمع شعار في الجامعة في فجليح وينو الاستقلال يا دم الفلاقة، أنا وبشرى عبد الحاج حميدة وسميد بالطيب والشباب هذيك كنا هذي شعار من شعارات اللي نرفعوها. الاتحاد العام التونسي للشغل راهو أسس الحركة العسكرية، أسسها حميد التليلي، ما لاش كله ساسي الاسود الهادي الاسود وعبد الله الهلال والازهر الشرايتي والابطال كلهم هذوما جماعه سي، وبورقيبه كان عنده الترغيب والترهيب، بورقيبه كان ماكينه كبيره، دونك الله يرحمه حميد التليلي راجل فذ
واولاده مازالوا حيين ونحيوهم. أيوة وراجل عظيم ورغم اللي مات معناها غاضب عليه في المهجر. أيوة وكتبك اللتخ ابو القيبه رساله رهيبه. أيوة وشوف الثقافه اللي كان فيها والحبيب عاشور تعارك مع ابو القيبه قال له الحبيب لقيت صدري الكرتوش انا عام 47 من فرحان. الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعه والتجاره انا ذاك كان فيها الجانب الحاج عمار واتحاد المزارعين كيف كيف كان فيه المولي وكانوا فيه ناس اخرين واتحاد الطلبه اما لوجات انا جاك كان فيه حامد القروي وجماعه الاخرين والا صوت الطالب الزيتوني اللي كان فيه مبروك السلبلب وكان فيه الميداني ابن صالح وكان فيه زكريا بن مصطفى وكان فيه زكريا اللي كان مع الاخرين اما قرا في الزيتوني الميداني بن صالح كان وكان فيه الشيخ البدوي وما ادراك اللي كتب كتاب صوت من الغيب راجل معناها انا شفته وانا صغير مع صافي سعيد قابلته يعني راجل كان لابس الشاشيه الاسطنبولي نتاعه والجبه نتاعه التونسي كيف بدا يحكي معاك معناها حاله رهيبه تاريخ مفتوح كتب كتاب اسمه صوت من الغاب على صوت الطالب الزيتوني كان عندهم جريده اسمها صوت الطالب الزيتوني عندهم دخل من الصداء انا ذاك يعني كانت الكل هذه حركه وطنيه الحركه النسويه شادي ابو زكرلو كان يمشيوا للحبس ويدخل الحبس ونموت يخرج ويتعلقوا في الحبس ويبدا نموت ونموت حلوة حومة الحماية حومة الحماية يعني كانت اشياء رهيبة كانت صايرة في البلاد الشريف المسعدي يعني اتحاد العام تونسي الشغل اعطاه روافد كبيرة اعطاه معناها منظمين كبار اعطاه العباسي باش هذايا عباسي اخر حكينا عليها بكري اعطاه كذلك معناها ناس اللي حد الان موجودين كانوا منظمين في الاتحاد عطاه الحبيب عاشور عطاه احمد الطليلي عطاه الفيلالي مصطفى احمد بن صالح عطاه نوري بودالي وهنا معناها تحيه الى اهالينا في 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 بنزرت العظيمه خاطر ثم شكون قال لنا تردوش على بنزرت اللي عطات معناها منظمين كبار وعطات الحبيب بوقطفه وعطات نوري بودالي وعطات شخصيات رهيبه معناها وكانت حركه نقابيه متطوله ياسر في بنزرت والهادي نوري عام 37 كان خلافه بين بلقاسم القناوي حول النقابات في بنزرت وغيره يعني بنزرت قال واحد يقول سيت اون فيل افورتي بعد ميليتير الفرنساويين قلبوها الامور لكن معناها قدوا نقعدوا نحكيو يلزم الانسان يطلع على تاريخ البلاد وتاريخ الناس سيتو لي زانونيم اللي ما شافهم حد قبل الجندي المجهول هذاك اللي نمشيو نحيوه هذوك التوانسه الكل اللي ناضلوا واللي جاهدوا واللي قاتلوا واللي ماتوا ما يعرفوش حتى شكون اماليهم زياده على الرجال والنساء البرره والافذاذ الحركه النسويه اللي كانت بشيره بن مراد موجوده وكانت عائشه بلاغ موجوده وكانت توحيده بن الشيخ موجوده وكانت عليا ببو موجوده وكانت سيده المحجي موجوده وكانت نيله بن عمار موجوده كانوا ناس عظام ولا بالك نساو الرجال يعني كي تشوف التاريخ نتاعهم والله عينيك تزغلل وتشوف اللي قبلهم خير الله بن مصطفى والشادي خير الله وعلي بشحابه ومحمد بشحابه وصعالبي مؤسس الحركه الوطنيه اللي كتب لسفري ليبرال دو كورون مع سيزار بن عطار اللي هو يهودي ومع الشهيد السبعي وكتب لتونسي مختير جوستومون اللي هو اسس به الحركه الوطنيه تونس شهيده تكتب بالفرنساويه فهمتني معناها باش يوريك الناس هذم في مستوى ولا تقرا كتب ولا بيان سور شعراء كما ابو القاسم السيدي ابو القاسم السيدي سعيد ابو بكر يكتب السعديات طاهر الحداد شعراء وطنيون كانوا كبار قبادو مش قبادو الاول قبادو الثاني وغيره والخزندار كيف كيف بلوتو خزندار نحكي عليه وشعراء وشاعرات وحركه وطنيه وروافد عديده من العمال من فلاحين من طلبه من مركنتيه من جامعيين من نقابيين من ناس كانوا يقراوا في السربون وناس تمشي تقرا في الشرق زاد في الجامعات الشرقيه كان الرويسي هو يهزم يقراوا في دمشق ويوسف الرويسي وفي بغداد وكانوا ناس يمشيوا يقراوا في السربون ويتكونوا على يد لافي بروفنسال كيما محمد مزالي وشادي القليبي وغيرهم محمد القروي كلهم وحبيب برقيبه الكل باجي قاعد سبسي ناس يعني اجيال رهيبه نازلت وجابت الاستقلال ثم بنات الدولة العصرية وبناء الدولة العصرية كان بين الاتحاد العام تونسي الشغل وحزب الحر الدستوري بدلاله المؤتمر السادس للاتحاد العام تونسي الشغل نجم نجيب لك ما نجيبش من الوثائق أيه. اللي ترأس احمد بن صالح وقتها محمد بن صالح هو كان بعد يعني بعد الشهيد امير الشهداء فرحات حشيد هو اللي ترأس الاتحاد العام التونسي للشغل شد المسعدي فتره الماء وبعد شد احمد بن صالح وهو كان معناها امين عام وفيما بعد معناها عمل المؤتمر السادس وحضر فيه بورقيبه وبورقيبه مشى لامريكا وامريكا ما عجبهمش احمد بن صالح وطاح احمد بن صالح وتعملت تويتاتي حصير حكايه اخرى هذيك وانتو كان بعد هو يولي وزير الصحه لكن الاتحاد العام التونسي للشغل كان رافدا من الدوله العصريه قتل واسكت قتل واسكت سمع كلامه
وشد من بعد وغيره. والاتحاد العام التونسي للشغل كان حجر اساس في الحركه الوطنيه كما اتحاد النساء التونسي. ما يلزمش نساو فيما قلت لك نذكروا اسامي بشيره بن مراد بنت شيخ اسلام. اي صحيح. واللي معناها ما وقفش ما كتب الحداد على مرأة الحداد، لكن بنته كانت متحرره. هو ابو صديقنا سي منصف بن مراد وجد كذلك وخال سي طيب الزهير وطيب الزهير وراجل معناها زيتوني قديم، لكن بشيره بن مراد علامه مذيئه فهمتي. ومعناها كانت عندها جمعيه الفتاه المسلمه وكانت بشير. وانا نحيي سي معناها عملنا المئويه نتاعها عم ناول تتقابل في مسرح البلدي سفيان. اي وكانت حاجه عظيمه ياسر، حاجه عظيمه معناها باش يوريك وانه معناها المؤسسه الزيتونيه انخرطت في النضال الوطني. وقال بن عاشور فاضل بن عاشور وطاهر بن عاشور وقال شعيط وغيره، يعني هذا الكل كان مع بعضه محامين ومهن حره الكلها خدمت مع بعضها واسست الحركه الوطنيه وجابت الاستقلال وبنات دوله عصريه، بنات دولة عصرية متفتحة، قوامها التفتح والحرية وقيامها الكرامة وقوامها كذلك. وكانت من الأول دولة موناتشي كونسيونيل معناها ملكية دستورية. دستورية نظام ملكي دستوري. ثم تم إعلان عن الجمهورية في 25 جويلية 57. نحييهم الكل ما نقسموش بيناتهم، هم شاع بيننا كلنا، نختلفوا تحب هذا ولا تحب هذاك ولا غيره فهمتني. لكن يبقى وانه طاهر بن عمار كما قلت لك راجل مولود عام 889 وكان في الجرون كونساي ويمشي في الوفد الاول ومن بعد يصحح على الاستقلال مع كليس. ومن بعد يجيك واحد يقول لك ثماش وثيقه استقلال مشون كذبه. قول له ها هي الوثيقه. احنا نحب نرجعوا ان غوماج تقول انت لها الاباء المؤسسون هذا المؤسسين. لكن حاجه بالك حاب نقولها نعاود نقولها لك شهاده قلتها لك مره. انا نهار بين هو وفضاء في طياره مع سي الشيد ادريس ولا انا باش نسالك عليها بعد الديكلاراسيون. اي قلت له سي الشيد بالله نحب نعرف وانا نقل على تاريخ الناس هذا كلهم معناها كيف ابو لقيبه كان مسيطر. قال لي ولد سفيان باش نقول لك حاجه، احنا ماشيين لفيينا وقت. ايوه قال لي ابو لقيبه كان قد 12 من هذا الكل اللي قال لك بالسوري الفالي دوزا 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 ملافوا اكزاكتلي. بولقيبه كان يحلق عاليا فهمني. انا نعتبر بولقيبه وحشاد صالح بن يوسف هذوما معناها في البونتيون في البونتيون مع سيدي المنصف بي. لكن بورقيبه كان اكثر ارقى، مش ارقى معناها خير، كل واحد عنده اختصاصه. اما هو تقول انت تقول كلمه تعجبني ياسر اللي تي لا سانتيز اون فان كونت. بورقيبه سانتيز نتاع مختلف روافد الحركه الوطنيه، ثلاثه او اربع اجيال بورقيبه سانتيز نتاعهم نسميهم لك. خلي نذكر هنا ذكر ترفع المؤمنين. ايوه الاول هو قبادو وسيدي احمد بن ابي ضياف وسيدي خير الدين التونسي وسيدي سالم بوحاشم وسيدي بيلم الخامس وسيدي محمد السنوسي والجنرال حسين. هذا الجيل الاول. الجيل الثاني اللي فيه الطاهر بن عاشور وفيه النخلي وفيه زوج وفيه الصفر وفيه علي ومحمد بشحامبه والصعالبي. الجيل الثالث اللي فيه ابو القاسم الشابي والطاهر الحداد وبولقيبه جاء سنتيز بيناتهم الكل، خدام الحركه العمريه، خدام الحركه الفكريه. بولقيبه كان يقول انا مع اسلام تقدمي، جو سوي مسلمون بروغريسيست. ما يقولش اسلاميست، يقول الاسلام بروغريسيست. الاسلاميست هذه بدعه جات فيما بعد. بولقيبه سيتي لا سنتيز دو توت سا. هو وناس كيما فتحات حشاد واحنا عرفنا حضرنا معناها على نحكي لك هذا الشيء لحبيب عاشور. راهو انا هكا عمري 17 سنه في الجامعه انا نحكتو كي كان يخرج حبيب عاشور شاد حبيب بورقيبه يميل هكا يميل يولي ميل هكا ما نقولوا تونس ميل يميل مع حسين بن قدور ومع الكبارات والله يميل هكا البوب يبداو كانوا يعملوا له تلتلوقه كيما الرومان هكا دايرين به بالله. وكي تجيب له هتلر ينجم ياخذوا حبوا يخطفوه وقت البوليسيه ما ينجموش. ما وليك هذوما خالته فتحات وخالته اسمع شموا قال سأعيش رغم الداء والعداء كالناس اللي فوق القمة الشمائي. انت قلانيتش اتشي وامو واسي لا مخي المكتب قبل ما يصاب دون لا فولي اش قال؟ قال انا جام الاسفلي نحب نعيش فوق وحلق عاليا لا كونسيونس كونتمبلاتيف دو سيرفول اللي كان يحبها ساختر ويحبها كاميو. بولقيبه وهؤلاء كانوا يحلقون مثل النسور. يمكن ان النسور تهبط الى مستوى الدجاج تهبط اما الدجاج لكن الدجاج عمرها ما تطير عمرها ما تطير. احنا اسمعوني يا دجاج والله لا تطير وتقعد عندكم احنا ديما نتذكروا بورقيبه ونتذكروا الاباء المؤسسين. هذاك علاش نعدي لكم ام تي تكستري كلام بورقيبه يتكلم كانه اليوم يتكلم للشعب التونسي نسمعوه. قضينا عليها اكلت طبعت وتحط لكحل في ليبيا ها خرجنا تونس من الهزيمه من المحك والذوبان ورجعنا لها السياده التونسيه محضه وجاء الدمان في يدنا نتاع تونس. هاي الكفاءه
والجيش اللي نطلبوه في الزعيم وفي رئيس الدولة وفي المسير للدولة. من هون جات الشعبية متاعي اللي توهم 40 سنة متحسن ما تغيرتش، أن يعرفوني إنسان جدي ومخلص وشجاع في أن واحد ومفكر ننظر البعيد ونقيل العثار ونقبل الحلول المنقوصة باش نجم نعديها، نعديها كيف الحربوشة في الجرجوة متاع فرنسا، ها ونزيد عليها شوية سكر هكا باش ها باش. كاب اف ام الكلمة ليك.